السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كاشستو، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 155 متر مربع. الدور الثاني، أول ما نخش هذه الأبواب التركية عالية الجودة والأمان. نجي هنا على اليسار على الصالة، هذه المساحة، مساحة الصالة، مساحة كبيرة وشرحة. الواجهة زي ما شايفين واجهة زجاجية، لها بلكونة، وهذه الأطلالة من البلكونة على البحر. تجمع في مواقف مغلقة ومواقف مفتوحة، ونظام كاميرات مراقبة والسيكوريتي، والشارع الرئيسي العام قريب جدا من الموقع، جواهر مول، فندق نوفوتيل، المطاعم، السوبر ماركتات، كلها قريبة من الموقع. نكمل تصوير الشقة، وما ننسى أيضا الديكورات السقفية زي ما شايفين، وإنارات ليد تكون موجودة، والتدفئة المركزية. نجي هنا على اليسار الصالة، المطبخ، الدواليب راكبة زي ما شايفين جدا جميلة، والمطبخ له مخرج للبلكونة. نكمل تصوير الشقة. نجي هنا على اليمين، دورة مياه أولى عند الكرامة، مقابلها غرفة أولى، بجوارها غرفة ثانية زي ما تلاحظين، بجوار الغرفة الثانية دورة مياه رئيسية، الكلوزيت الكرامة والفراش. يجي هنا بعدها أخيرا غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية، مساحتها جميلة وحلوة، الأرضيات كلها باركيه، لها بلكونة خاصة فيها، ودورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية مع المرش. هذه البلكونة التابعة لغرفة النوم الرئيسية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.